أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن عليكم ما حملت وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم.